ولمزيد من المتابعه تنضم الينا من شرم الشيخ دكتوره منال متولي خبيره البترول والطاقه البيئيه. دكتوره منال بعد التحيه، حدثيني اليوم عن بعض الجلسات اليوم التي تخص ازاله الكربون، كيف لك ان تصفي لنا ما هي النتائج من هذه الجلسات خصوصا فيما يخص او في علاقه ما بين البترول والطاقه والبيئه؟ مساء الخير على حضراتكم. النهارده يوم ازاله الكربون بقمه المناخ كوب 27. النهارده حضرت جلسات ازاله الكربون مع معالي وزير البترول، وهو اوضح انه ان احنا لازم نحط في اعتبارنا ازاله موضوع ازاله الكربون في نفس الوقت ماشيين على استراتيجيه واضحه اللي هي ازاي نحافظ على الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه وامدادات الطاقه في مجال البترول لازاله الكربون، ووتيره ماشيين على نفس الوتيره واحنا مع كوب 27، وان العمل ده ماشي على وتيره سريعه بينفذ مشروعات كثيره بالتعاون مع شركات دوليه في مواقع العمل والانتاج وبتنفذها الوزاره. لكن اتكلمت دكتوره اماني ابو زيد مفوضه الطاقه والبنيه التحتيه في الاتحاد الافريقي، قالت ان الطاقه في افريقيا هي معدل انبعاث ثاني اكسيد الكربون في افريقيا هو من اقل المعدلات تقريبا من 3% ل 4%، ومع العلم ان في 6 مليون شخص ما حصلوش على الطاقه في افريقيا، وان احنا لازم نواصل الجهود على افريقيا 4 أضعاف عشان نقدر نحافظ على معدل الكربون في الجو. واللي انا عايزه اقوله واوضحه لكل موضوع معدل الكربون في الجو، ان كل دوله من دول العالم ليها حصه في الكربون في انتاج ثاني اكسيد الكربون في الجو. مع حرق الغابات العمليه بقت اصعب شويه، لان الشجره كانت بتستنسق كل ثاني اكسيد الكربون وتطلق فكل دولة ليها حصة في. طب دكتورة منال، فيما يخص تخصص حضرتك خبيرة في البترول والطاقة البيئية، يعني كيف يمكن تحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام من الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؟ عندنا مشاريع كثيرة جدا زي مشاريع الوقود الأحفوري ان هي تتحول للسيارات الكهربائية، سيارات بالغاز، البايو فيول. عندنا مشاريع الطاقة الخضراء زي مشاريع الطاقة الشمسية، عندنا مشاريع استخدام الطحالب في مية الصرف الصحي، فدي بتطلق أكسجين في الجو بتستعيد عن الشجرة، الشجرة اللي اتحرقت واتقطعت دي رجعت ثاني اكسيد كربون كتير للجو. عندنا مشروع كبير جدا كنت قدمته للجهات المعنية وهي بدأت تطبق فعلا، مشروع قناة السويس والشاحنات اللي بتدخل على قناة السويس على طول 200 كيلو متر مربع بتطلق بتستخدم، هي عندها 2 موتور، موتور ديزل ثقيل يورو 2 وموتور الثاني موتور طوارئ. الموتور الطوارئ ده بتستخدمه في حالة المناورة، لكن هي لما بتخش على ال 200 كيلو متر مربع بتطلق ديزل ثقيل جدا، بتستخدم الديزل الثقيل جدا فبتطلق ثاني اكسيد كربون بمعدل عالي جدا ممكن يوصل على مصر كلها معدل 40%. فلو هي استخدمت على الطريق ده المطور الثاني اللي هو مطور الطوارئ في حاله استخدمه في حاله المناوره واستخدمته على طول ال 200 كيلو متر مربع هتقلل كتير جدا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. عندنا حاجه اسمها البصمه الكربونيه لكل فرد ولكل بيت بيطلق حاجه اسمها بيحسب حاجه اسمها البصمه الكربونيه. البصمه الكربونيه دي معدلات صغيره بس بتتجمع في الاخر لرقم ان هو بيحسب في كل حاجه بيستهلك قد ايه، بينتج قد ايه ثاني اكسيد كربون، فبيقدر يحاول يقلل. يعني ست البيت عليها عامل، الطفل عليه عامل، الراجل عليه عامل، المزارع عليه عامل، مواطن بسيط عليه عامل، لو كل ده اتجمع بيدي رقم كبير. لو قدرنا ان احنا نقلل ثاني اكسيد الكربون في الجو بالنسبه اللي هي محدده لينا ومتوزعه علينا مع الدول الصناعيه الكبرى هندخل حاجه اسمها البورصه الكربونيه، وده هيدخل عائد مادي على البلد. يعني لما تقللي باي نسبه تقدري
انك تستثمرين داخل بلدك بالنسبه اللي فيها دي ارض. دكتوره منال، على حد علمي مصر يعني نسبتها في التلوث الكربوني حوالي 0.05، يعني نسبه قليله جدا. هل في نسب اقل من كده؟ لا، قاره افريقيا كلها نسبتها قليله، قاره افريقيا كلها من 3% ل 4% فعلا هي نسبتها عليها، ولكن الطاقه فيها التوفير بتاعها او انك استخدام الطاقه فيها برضو قليل. يعني انك احنا الوزير النهارده، وزير البترول النهارده ركز على الامن الطاقي، ازاي نحاول ان احنا نحافظ على الامن الطاقي. يعني ايه؟ يعني اوروبا دلوقتي اصبح عندها مخاوف من الامن الطاقي، لان اصبح عندها مخاوف من الفتى اللي جاي، ان الطاقه ممكن تستنفذ، الغاز يستنفذ. لكن الحمد لله احنا ما زلنا وحكومتنا الرصيده ما زالت الى وقتنا ده مديانا الامن الطاقي. الامن الطاقي يعني عندنا ثلاث حاجات متوفره، الميه والغاز والكهرباء والغاز، الثلاثه دول هو ده الامن الطاقي. طب يعني لو تحدثنا عن السياسات البيئيه، كيف طري السياسات البيئيه في الوضع الحالي؟ وما هي الاليات التي يجب ان نتبعها في الفتره القادمه؟ تمام، خاصه بالسياسه البيئيه. مهمه جدا بقى حضرتك اتكلمتي في نقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا مثلا لازم كل حاجه في مصر تخضع للجرين براند او تخضع للشهادات الخضراء، لان احنا بنلاقي هنا بنلاقي كتير، ولازم تصب على وزاره البيئه، بنلاقي كتير مثلا مصانع صغيره منتشره كتير جدا بتاعت اصباغ وجلود ونصر حديد، وكل ده ملهاش تقييم بيئي، وبترمي على السرع والمصارف، وده بيأذي كل، يعني التنميه المستدامه دايره كده متكامله، بيأذي البنيه التحتيه، بيأذي السمك، بيأذي الزرع، لان كنت بتخدم السرع على الزرع، بيأذي الهواء، بيأذي كل حاجه دايره مستديره كده، دائم تنميه مستدامه. فالمصانع الصغيره دي، حتى المصانع الصغيره لازم تخضع للشهاده الخضراء. طب يعني برضو ايضا دكتوره هلا سعيد تحدثت على سياسات البيئه، ولكن كمان المتعلقه بالتعليم والتدريب، يعني الى اي مدى شايفه حضرتك ان احنا ممكن نتحول الى النظام الاكاديمي في مصر انه يساهم في ايضا الحفاظ على البيئه، وعنده علاقه مباشره جدا بفكره الاقتصاد الاخضر؟ تعمم البصمه البيئيه على كل منطقه في مصر، تعمم البصمه البيئيه وتم فيها عمل وزارات او مصانع، ويتم فيها كالكوليت للبصمه البيئيه وحسابها على مستوى مصر كلها، ولازم يتم فيها احصاء، يعني يكون مركز احصائي لجميع الانشاءات في مصر. البصمه البيئيه، البصمه الكربونيه مهمه جدا جدا. تنمية المهارات البيئيه، يعني كيف ممكن ان نطبق هذا المصطلح الان؟ الوعي البيئي حضرتك، لازم يبقى في وعي بيئي، لانه من غير الوعي البيئي مش هنقدر، احنا كاشخاص علينا 60% من المجهود. هل نحتاج الى تشريعات لصياغتها وتعميمها على المؤسسات المعنيه؟ ايوه يا فندم، لازم ويتم فيه قانون العقاب. العقاب الصين نجحت، وسنغافوره بقانون العقاب. قانون العقاب لو اتطبق مع وضع تشريعات وسياسات بيئيه هازمه، يعني قانون العقاب هيلزم وهيجبر كل منطقه ان هي تمشي خاضعه لقانون، لان خلاص هو بالارض كده بينهار. يعني كوكب الارض دلوقتي اصبح احنا في انهيار لكوكب الارض، فلازم يتم شرع قوانين سياسيه لكل منطقه عشان يبقى في التزام. لما بيكون في انا بدفع غرامات بيبقى عندي التزام. دكتورة منال متولي خبيرة البترول والطاقة البيئية، شكرا جزيلا لك على هذا التعليق.